الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله في رسالة في الصيغ المحتملة للتدليس: أظاهرة هي أم في السماء أم لا؟ أظاهرة هي في السماء أم لا؟ قال وهي صيغة عن وأن العن أحس معنا والمؤنن ماذا قال؟ فلان أو قال فلان. قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ما قولكم رحمكم الله في قول المحدث عن فلان أو قال أو قال قال فلان أو قال ذكر فلان ونحوها من الصيغ المحتملة للتدليس؟ ماشي، ما هي الجاي يعني مهم، بس تسمعوا بقى، أتسمعوا تماشي وطمنا عليك، رضي الله عنك يا دكتور، نفع الله بك الأمة الإسلامية. لكن إن شاء الله لن نطيل ايضا عشان لا نضيع عليك خير. بس يا اخي مش عارف يسمع ما خلاص انا لا بس في يعني سيدي بيقول لي اقول لك انه مش موجود، المساله منتهيه اخيرا مسكت على خير. يلا تفضل. قال: ما قولكم رحمكم الله في قول المحدث عن فلان او قال قال فلان أو قال ذكر فلان ونحوها من الصيغ المحتملة للتدليس، أظاهرة هي في السماع أم لا؟ فإن قلتم نعم فيلزم من ذلك أن يكون المتكلم بها مريدا خلاف ظاهرها كاذبا إذا لم ينصب قرينة تصرفها عن ظاهرها. قال: فإن قلتم نعم فيلزم من ذلك أن يكون المتكلم بها مريدا خلاف ظاهرها كاذبا إن لم ينصب قرينة تصرفها عن ظاهرها، لما تقرر في موضعه أن نية التورية بدون قرينة لا تخرج الكلام عن كونه كذب. يعني لما أقول عن وإن كانت مهمة بالسماع وهو لم يسمع، يبقى لو ما في قرينة على التورية يبقى هذا يحمل على أنه كذب، وده ما يدور أمره على الكلام على القطح في المدلس، هل التدليس جرح ولا لا؟ وإن كان صحيح أن التدليس ليس جرح إلا من تقصد الوعور على الباحث كتدليس التسوية وغيره وأشبه من ذلك. ماشي. قال: وليس هذا في المواضع التي رخص في الكذب مع التورية فيها ولا يشبهها، لأن الكذب فيها لدفع مضرة ولا تترتب عليه مفسدة، وما هنا ليس كذلك، لأن المفسدة قائمة وهي ظن السامع الحديث صحيحا فيحل به الحرام ويحرم الحلال، وإذا ثبت هذا لازم أن يكون التدليس جرحا. فإن قلتم إن المدلس إذا اشتهر بالتدليس صارت هذه الصيغ غير ظاهرة في السماع بالنسبة إليه، وهذه قرينة كافية لأن الكلام يكون معه محتملا فيخرج عن الكذب حتما. قيل: نعم، ولكن ما حصلت هذه القرينة إلا بعد أن وقع منه التدليس مرارا، فقد دلس مرارا قبل أن تحصل القرينة. يعني هو بيقول إذا قلتم بذلك وأنها قرينة، هذا إذا تكرر، لكن في بادي الأمر يرجع الأمر إلى عدم وجود القرينة فيكون الأمر محمولا على إيش؟ على الكذب وعلى الجرح. طيب نقف عند هذا الشيء، هو صد الباب بمسألة التدليس ودخل مع التدليس أيضا الإرسال ما قيل فيه يرسل، فنحن نتكلم عن التدليس بشيء من الإيضاح في هذا الباب حتى ندخل إلى ما أراده المصنف. التدليس مأخوذ من الدلس وهو السواد والظلمة. قال: ليس دلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه. وطبعا هناك عيب هنا، إيه العلاقة بينه وبين التدليس؟ عيب إيش بقى؟ هو إيهام الناس إيهام العلماء الباحثين وعلماء جرح التعديل، إيهام العلماء بأنه سمع، لا سيما إذا كان شيخ ملازم أيضا. قال حافظ حجر: إنه مشتق من الدلس وهو الظلام، كان هو أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصافي. هذا ما التدليس اصطلاحا، والتدليس لغة يعني يشتركان في هذا الباب. والتدليس له أنواع كثيرة. طبعا التدليس هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم سماع. هذا الاصطلاح ايضا يهتم به من أهل الله اكبر المتاخرون يا استاذ مسير. عمه هذا عمه. نعم. واختلاف اقسام التدليس: تدليس الاسناد
واختلف العلماء في تعريفه، وده أشهر الأنواع، هذا أشهر الأنواع، وهو أوقعه أيضا أشهر الأنواع وأوقعه. التعريف الأول مضى عليه جمهور المتقدمين من المحدثين، وهو رواية إيش؟ الراوي نعم الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم كعن كأن كذا ذكر كقال. التعريف الثاني تعريف حافظ بن حجر، هو طبعا تعريف المتأخرين، أنهم الذين يهتمون به بوضع القالب، المتأخرون اهتموا جدا بوضع القالب. فالتعريف الأول رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقيه، لم يلقه ويتوهم أنه سمعه منه، أو عمن لقي ما لم يسمع منه. ومن قال بهذا الرأي هو ابن الصلاح في المقدمة، ووافقه كثيرا النووي العراقي ابن كثير، وهذا تخليط بينه وبين إيه؟ هات إرسال خفي، ممتاز، هذا تخليط بينه وبين إرسال خفي. وصنع عدد كبير من أئمة هذا الشأن يدل على رؤيتهم لهذا الرأي، منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعجلي وأبو يوسف يعقوب الفسوي وابن حبان، لأن المتقدمون في هذا الباب هم ليس لا القالب لا يهمهم، لأنهم بيحاكوا الأمر بالقرائن، ولأن علم الحديث عندهم مش استنبة. الذي المدلس الذي عنعنى فحديثه توقع فيه لأنه يكون قد أسقط ضعيفا، احتمال أسقط ضعيف، ليس هذا عند المتقدمين. وذاك المتقدمين الحسن مدلس ويروي عن سمرة بحديث بلا عنعنى ولا أن أنا، والعلماء يصححونه مع أنه إيه؟ مدلس وأهت بالصيغة المهمة، لكن قالوا سمع منه، فيثبت سمع ده قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في التابعين، كلام عليه هارة النبوة. فهم عندهم قرائن محتفة يحكمون به. تعريف ثاني وأضيق من التعريف الأول عرفه، فقد عرف تدريس الإسناد بالتعريف بأن أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه مهما السماع من غير أن يذكر أنه سمع منه. هنا ضيق، ليه ضيق؟ ليه ضيق مجنون؟ من أملح الورع أن تأتي به. ماشي أستاذ محدث، يعني أنا سبناك كل دوت ما فيش سؤال حتى، ما في محص النظر. قال رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، طيب موهما السماع منه بصيغة توهم ذلك، هذا أضيق من الأول، ما الفائدة فيه يعني؟ ما الذي فيه؟ صدق جنبه رب، أنا أدعو أن كل واحد فيكم ينضح التاني شوية بشوية، الله المستعان. الأول إيش الزيادة اللي فيه؟ عمن عاصر أو لم يعاصر، عمن سمع أو لم يسمع، مش هذه زيادة؟ هنا عمل إيه هنا؟ الأول دخل معه الإرسال خفي، وبعضهم قال الإرسال ما في إرسال خفي ده تدليس، بعضهم قال ذلك، وفي رسالة من 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 أجزاء أربعة في هذا الباب تدليس والإرسال خفي المكي ما اسمه، مشهورة جدا الرسالة. الدكتور عنده انحرافات عقدية صراحة غفر الله له، لكنه صراحة بارع في الباب الشريف. أنتم يا جماعة ما كوش معاصرة في هذا الباب، ما هو مكي طيب هو ماشي. فهنا أدخل الرسالة الخفي مع التدليس، والثاني أوقف الأمر على التدليس فقط. تفضل ميت. هذا المتأخرون هم الذين ضبطوا هذا الضبط، ومنهم الحافظ حجر وهو الذي شهره رحمه الله تعالى، ومن جاء بعده لما فهموا من كلام أبي بكر البزار وأبي الحسن القطان وابن عبد البر والعلائي، فهموا ذلك، حتى حافظ حجر اكتسب هؤلاء أخذ منهم وعرف هذا التعريف. التعريف الأول يطلقون رواية الراوي عن المعاصر له سمع منه غير هذا الحديث مهما بالسماع أو لم يسمع منه. أما الثاني فهو ضيق هذه الدائرة، وهذا يبين لنا التفريق بين التدليس والمرسل الخفي. الفرق بين تدليس الإسناد والمرسل الخفي عند جمهور المحدثين رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع ونسمع منه إن كان مهما للسماع فهو تدليس إسناد، وإن لم يكن مهما فهو إرسال، يعني إن أوهم بالسماع بالصيغة فهو إيش؟ لا هذه دقيقة فهموها جيدا،
من روى عن من سمع منه ما لم يسمع منه وأتى بصيغة توهم السماع فهذا تدليس، فإن لم يأتي بالصيغة التي توهم فهو إرسال، فهو إرسال، فهو إرسال. ولك أن تصفه أنه إرسال خفي كما فعل الخطيب في الكفاية. وأما تفريق الحافظ بن حجر ومن تابعه فهو كالتالي: من ذكر التدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة المهمة عمن لقي فهو تدليس، أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال. هذا التفريق بين الإرسال الخفي وبين تدليس الإسناد. وتدريس الإرسال الخفي أيسر من إيش؟ من التدليس. الإرسال الخفي أيسر، لما؟ لأنه علم عدم اللقية، فهو أيسر للباحث من التدليس. تدليس أوعر، لذلك ما قال أحد في الإرسال أنه قطع أو جرح، لكن اختلفوا فيه التدليس ومنه من قبل أنه جرح. الإمام شعبة يقول عن نفسي: لأن يزني خير من أن يدلس. المسألة عظيمة عندهم. ما يلحق بتدليس الإسناد تدليس التسوية، لأنه من تدليس الإسناد ولا هذا شر تدليس التدليس على الإطلاق. شر تدليس الإسناد هو تدليس التسوية. ليش بقى يا أستاذ ماجد؟ تفضل عرف تدليس التسوية واتينا بمثل وقل لي ليش هو شر. تدليس التسوية أن يسقط الراوي ثقة بين ثقتين. ثقة بين ثقتين، نعم نعم. بين ماشي. وهو شر لأنه خذ الضابط هذا وتقولك الشيخ عشان تبقى عشان كنت عارفك صحيح. ليه بقى؟ ليه؟ عشان لو ما كانش روى بعضهم على الآخر ينكشف، خلاص ما بقى شيء ينكشف يصير. لا ولذلك يعني الأوزاعي يقولون وليد بن مسلم أساء إلي إساءة التاريخ في هذا الباب، فكذلك ساعتها دي تسويه. فكم من الذي يضعف بقى لما يسقط من بعده؟ من اللي زمان اللي يضعف؟ الأوزاعي نفسه يضعف ويتكلم فيه. فجناية الرسال تجلس سوية جناية عظيمة. نعم. خلصت؟ لا، باقي جزئية مهمة. ايه بقى جزئية مهمة يا استاذ ويس؟ انت عرفت التعريف؟ ماشي اتفضل. باقي جزئية. جزئية فيه؟ في علم الفقه. تفضل يا شيخ. نقول بشرط انه يصرح بالتحديث في كل السند. لما ما تجازر ان يسقط ما فوق شيخي، لان يسقط من فوق شيخي على الجواز عنده، يعني على الاستطاعه في ذلك ان يفعل هذا الباب. لذلك قالوا لا نأمنه، وده كان متاخرين. المتقدمون ما اشترطوش هذا الشرط. الشرط ده في المتاخرين. قال الشيخ يصرح عن الشيخ وليس كل الاسناد. اي نعم، كلام متاخرين. المتاخرون قالوا بان لابد من التصريح بكل الاسناد، لانه لا يؤمن جانبه في من كان فوق شيخي، فيبقى كل الاسناد لابد يصرح فيه بايش؟ يصرح فيه بالسماع. وطبعا امثالهم طريقه من في التدليس التسويه، يعني ابرعهم، يعني ابدعهم. ماجد هضربك يا ماجد. ما قلنا أمثل من يفعل ذلك. نعم، بقية بن الوليد قالوا أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. والوليد بن مسلم نفس الأمر. وهو أوزاعي لا يدلس. نعم، الوليد بن مسلم، هشيم بن بشير أيضا، هؤلاء أفزاز ثقات. شوف ثقات وأقعون في استهادة، وهذه طمة كبرى في مسألة التدليس. وحتى بقية بن الوليد أصلا ثقة، يعني بقية مش ضعيف. ثقة في على بقية في هذا، لكنه على الأقل يقال فيه أنه إيش؟ ثقة. وذلك ده تدليس تسوية، وهذه لأنه خطر عظيم في هذا الباب. وهذا النوع هو شر أنواع التدليس، لأنه لا يظهر في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، كما قال الإمام العراقي. وجعل الإمام العراقي قسما مستقلا، أي من أقسام التدليس عنده: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية. فجعل تدليس التسوية الذي هو تابع تدليس الإسناد مستقلا. لما؟ لعظم شره. ابن الصلاح جعله في المقدمة من تدليس الإسناد. يبقى بعد ذلك تدليس العطف، تدليس السكوت، تدليس القطع. كل ذلك أمر يعني يسير. الإخوة تراجعوا، أنا لسنا بصدد شرح المصطلح، نتكلم على تعقيبات الإمام اليماني، العلامة اليماني.
لا ده 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 اطلع لنا الحديث من ده اعتدال للشيخ يضعف ايوه طلع بقى الحديث من هنا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.